اهلا بكم اعزائي المشاهدين لحلقه جديده من المساء اليمني. كما ارحب بضيفنا هنا في الاستوديو الناشط السياسي صلاح باشا. اهلا بك. مرحبا. صدر اليوم عن المركز الإعلامي للثورة تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي ارتكبتها الميليشيا خلال الفترة من 11 إبريل وحتى 7 أكتوبر الماضيين، وتتعدد انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بحق اليمنيين سواء كانوا إعلاميين أو نشطاء سياسيين أو حقوقيين، وصلت إلى حد القتل والإخفاء القسري والتعذيب والقصف العشوائي على الأحياء السكنية في المدن والقرى. وقال المركز إن فرقه المنتشرة في المحافظات رصدت 15685 انتهاكا لحقوق الإنسان خلال أقل من 7 أشهر، وتشهد الساحة الوطنية ضعفا واضحا لنشاط المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والذي ينعكس بدوره على تقارير الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والإنسانية التابعة لها. مشاهدينا، دعونا نذهب إلى تفاصيل أكثر حول انتهاكات حقوق الإنسان من خلال هذا التقرير ثم نعود للنقاش. نعم، إذا البداية معك أستاذ صلاح. يعني أنت يعني باعتبارك ناشط سياسي وكنت واحد يعني من شباب الثورة أيضا في اليمن، يعني ما هو شعورك وأنت تتابع وتقرأ هذه الأرقام المخيفة حول الانتهاكات الحقوقية التي تطال المدنيين والنشطاء والإعلاميين في البلد؟ في البداية نشكر من قاموا بهذا الجهد الجميل. الآن اليمن منطقة مغلقة إعلاميا لجماعة الحوثي، لا يخرج من اليمن إلا ما يريد أن يخرجه الحوثي. فالشكر لمن قاموا بهذا المجهود، الشكر للقنوات التلفزيونية العاملة هناك، الشكر للصحفيين في الميدان والذين يضحون بأشياء كثيرة من أجل إيصال معاناة الشعب اليمني. ما تقوم به جماعة الحوثي من محاولة للتغطية عن جرائمها من خلال اعتقالات التي شملت صحفيين، بالإضافة للإخفاء القسري، لطرد المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، لطرد القنوات الإعلامية من أجل أن تمارس جرائمها على الشعب اليمني دون رقيب أو حسيب. الجهود التي بذلت الآن، هذه الأرقام التي تشاهدونها أرقام واقعية، وقد يكون هناك ما خفي أعظم. هذه الجماعة مارست جرائمها التي تمارسها اليوم منذ البداية، منذ 2004 وهي تمارس الجرائم التي تمارسها على مستوى الجمهورية. الآن كانت تمارسها على مستوى محافظة صعدة، ثم توسعت ومارستها على مستوى محافظة صعدة وحجة ثم عمران ثم الآن على مستوى الجمهورية اليمنية. هذه الجرائم التي مرت بدون حساب جعلت لدى الحوثي رغبة كبيرة بممارسة جرائم أكبر وأفظع. لا تعتقد بأن هناك ما يمكن أن يوقف هذه الميليشيا والمخلوع عن التمادي والاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، خاصة وأننا نعيش في ضمن مجتمع دولي؟ يعني هذه إذا صح التعبير الكذبة الكبيرة التي عشناها فترة طويلة، يعني المجتمع الدولي يراقب ويشاهد كل هذا الحجم الكبير من الانتهاكات وأيضا ممارسة جرائم وصلت إلى حد يعني إبادة جماعية لمدن بأكملها ومنع أسباب الحياة عنها. برأيك كيف يمكن تبرير يعني صمت أو تخاذل المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في اليمن؟ طبعا مرحلة التوثيق مرحلة مهمة جدا في لما بعدها، كملاحقتهم قانونيا في منظمات في المحاكم الدولية. نحتاج إلى مثل هذه المجهودات الجبارة. الحوثيين يستطيعون اللعب بهذه بحرفية. هم منذ بدايتهم يدعون المظلومية.
كما يقول المثل اليمني الدارج، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يمارسون كل الجرائم، القتل والتنكيل والإخفاء القسري والتهجير القسري وطرد الناس من وظائفهم، محاربة الناس في معيشتهم، في مضايقتهم في المجال الحريات، اختطاف المفسبكين، يعني على مستوى شخص يكتب في الفيسبوك يتم اختطافه. نعم. يقومون بكل أصبح الآن اللايك جريمة يحاسب. نعم. عليها هذه الجرائم، قانون الشرف الميليشياوي للأسف، يعني. نعم. هم ينتهكون مفردة الشرف طبعا. نعم. كانتهاكهم لمفهوم الدولة وبعض المفاهيم الأخرى. يقومون بهذه الأعمال كلها ثم يتباكون على أنهم مظلومون وعلى أنهم مضطهدون وعلى أنه يمارس في حقهم قمع ويمارس في حقهم إقصاء. ومن هذه النغمات التي انطلت علينا في البداية على المجتمع اليمني وصدقهم على أنهم جماعة مظلومة إلى أن رأى الظلم كل شخص في باب بيته. نعم. إذن دعنا نشرك معنا في هذا النقاش المحامي والقانوني فيصل مجيدي، والذي انضم إلينا الآن عبر الهاتف من الرياض. مرحبا بك أستاذ فيصل. أهلا وسهلا بك. نعم أستاذ فيصل، نحن استعرضنا الآن تقريرا صدر عن المركز الإعلامي للثورة، أورد ما يفوق 15,000 جريمة وانتهاك تمارسها الميليشيا في البلد. أنت كحقوقي وقانوني كيف تتابع هذه الأرقام؟ أرقام مخيفة بكل تأكيد، يعني في ظل الإحصاء لم يتجاوز من إبريل حتى أكتوبر، وبالتالي هذا العدد الكبير من الانتهاكات إضافة إلى إحصائيات سابقة للتحالف اليمني للحرية أو لحقوق الإنسان، والذي سبق أيضا أن أورد إحصائيات من 21/9 حتى 15/8/2015. لا شك أنها أرقام مرعبة. أنت تتحدثين عن أن هذا التقرير تقريبا أورد يعني ما يقارب 2000 حالة قتل مدنيين، وذلك والتحالف أورد، التحالف الوطني للحرية سبق أن أورد ما يقارب 4,000 قتيل مدني. أيضا هذا التقرير تحدث عن تفجيرات لمنازل، تحدث عن يعني اختطاف وإصابات وتفجير. نعم نعم. إذا هذه الأرقام أستاذ فيصل، يعني التي تتراوح بين القتل والإصابات والاختطافات والتفجير منازل ومصادرة الحريات ونهب الممتلكات، يعني في ظل وهذا الرصد الذي تقوم به عدد من المنظمات في الخارج، إلى أي مدى ممكن أن يكون مفيدا إصدار هذه التقارير بشكل دوري ومنتظم؟ يعني فقط أعلق على نقطة حقيقة لفتت نظري كثير عندما تحدثوا عن تجنيد 2500 طفل ما بين 7 سنوات إلى 12 سنة. غالبا المجتمعات الغربية واتفاقية الطف والأمم المتحدة يرتعبون من يعني تجنيد الأطفال الذي يقل عن 18 سنة، فما بالك عندما يتحدث التقرير عن 7 سنوات و12 سنة، رقم مخيف جدا. أنا أستغرب يعني حقيقة يجب أن يحدث هذه الأرقام أن تحدث ضجة عالمية، باعتبار أنه اعتداء على الطفل البريء في هذه المرحلة صغيرة جدا من العمر. وبالتالي اتفاقية الطفل الموقعة عام 1989 وقبلها وأيضا البطولات التابعة لها والاتفاقية السابقة واليونسكو المختصة بالطفولة، كل هذا الأمر حقيقة واقع صادم يقدم لنا كصورة مرعبة بهذا الشكل، مع العلم انه سبق لمنظمات ان تقدمت بالفعل بتقاريرها في سبتمبر السابق الى جلسه مجلس حقوق الانسان الصادر حينها، والذي حقيقه تفاجئ بهذه الارقام. يمكن ان يترتب على ذلك ان تشكل هذه الانتهاكات، خصوصا اذا تم توثيقها بطريقه علميه، ان تشكل ارضيه كبيره لتقديم المتهمين بشكل واضح الى المحاكمه سواء كانت المحليه، واعتقد ان وضع القضاء لا يؤهل في المرحله على الاقل القضاء اليمني، او كانت عبر مجلس الامن من ثم احاله ذلك الى المحكمه الجنائيه الدوليه للتعاطي مع هذه الارقام والانتهاكات المرعبه. يعني نعم استاذ فيصل، وقد حصلت كل هذه الانتهاكات، كيف لو استمر الحوثي ليحكم بسنوات؟ نعم نعم. إذن أنت كيف تقيم مواقف المنظمات الدولية حيال هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة في البلد؟ يعني ألا تعتقد بأنه فعلا يعني تباطؤ شديد في التعاطي مع هذه الجرائم، بل أنه يصل لحد الصمت المطبق في أغلب الأحيان؟ وأيضا لماذا برأيك يعني هذه المواقف في المنظمات الدولية؟ التعاطي حقيقة سلبي للغاية. مثلا أنت تتحدثين عن مدينة
منكوبة بحجم مدينة تعز، يقتلون الملايين من البشر، تحاصر لمدة 8 أشهر، لا يعني لا يكتفون فقط بالقتل، لا يكتفون فقط بتوفير أعمال لحفاري القبور. الآن الوظائف المتوفرة في مدينة تعز لا تزيد عن كونها أعمال للحانوتي والذي يقوم بدفن والقبور. تتحدثين عن قطر الحياة، تحدثين عن منع الأدوية، عن الأكسجين، يعني هذه أمور حقيقة مرعبة. وبالتالي برغم أن بعض المنظمات صحت كمنظمة الأطباء بلا حدود والصليب الأحمر وحقوق الإنسان وغيرها، وإن كانت صحوة متأخرة وأعتبرها على خيال، يجب أن يكون هناك صحيح كبير صحيح جدا. بيانات خجولة يعني جدا. نعم، تحدثون عن طفولة منتهكة، الآن طفولة تقتل. نعم، يعني كنت سألتك عن سبب، ما سبب هذا التخاذل من المجتمع الدولي تجاه الجرائم في البلد؟ ما مصلحة المنظمات الدولية في صمتها تجاه ما يحدث؟ يؤسفني أن نقول أن التداخل الحقوقي بالسياسي ربما له تأثير ما، وبالتالي هناك رغبة لدى الدول الكبرى يعني في إيجاد تسوية مع ميليشيا تقتل، مع إرهاب تحت لافتة الله، يقتلون الناس مستندين إلى هذا الأمر، وبالتالي ربما كان لهذا الأمر دور في هذا الصمت وإن كان غير مبرر. نحن عندما نقرأ الواقع لا يعني ذلك أننا نسلم بهذا الموضوع، وبالتالي يجب أن يدان هذا الأمر بكل قوة. حتى ولد الشيخ عندما حاول أن يتقدم قليلا في خطابه فيما يتعلق مثلا في مدينة تعز التي هي الجبهة الأسخن، عندما تحدث عن مدينة تعز يعتبر أن المواجهات الأشرس الآن فيها، ويموت أطفال ونساء، تقريبا آلة القتل الحوثية يوميا توصل لنا شهداء يوميا، حقيقة تختلف يعني 46 مستشفى أغلق، وبالتالي حتى نعم. إذا ما البدائل برأيك؟ حتى تعرف الحصار ولم نسمي الجهة. نعم، إذا ما هي البدائل برأيك أستاذ فيصل الآن في ظل هذا يعني يعني الجهود البطيئة والخجولة من قبل المنظمات الدولية، يعني مع وجود نشطاء أيضا حقوقيين وإعلاميين في الخارج يستطيعون التحرك، ما الذي يمكن أن يفعلوا؟ إن أردت أن أتحدث لك عن إجراءات حقيقة على الأرض مثل مواصلة التوثيق ومثل ما تقومين به يمكن الآن وتقوم به قناة تلقيت الآن من إشارة الرأي العام لتوضيح الحقائق وليس لفقط لمجرد مناقشة الموضوع، لكن دعينا نكون دقيقين في هذه الموضوع. مسألة تعز مسألة عسكرية بامتياز، لا يجب أن تذهب الحكومة الشرعية لأي تفاوض ما لم يرفع الحصار على أقلها، أقل هذا الأمر أن يتوقف الحصار عن مدينة تعز وأن يسمح بدخول الأغذية والمواد الغذائية، ومن ثم يجب الانسحاب التام من هذه المدينة من قبل الميليشيات قبل إجراء أي حوار. هذه ورقة قوية بيد الحكومة الشرعية يمكن أن تناور بها وبقوة وتطرحها بضغط واضح على المجتمع الدولي. مدينة تعز حقيقة كم هي الفاتورة المطلوبة حتى يلتفت لها العالم من الدماء؟ نتحدث عن أطفال، عن نساء، عن أشخاص لا علاقة لهم بالجوانب العسكرية، تقصف مناطق ليست محل نشاط عسكري أو وجود لجوانب عسكرية، هناك حقيقة اتخاذ للبشر مزادات. نعم، والقضية نعم، والأمر لا يتوقف على تعز يعني فحسب، وإن كانت الجبهة الأكثر سخونة والأكثر إيلاما، يعني الحديث عن أرقام كبيرة طالت الكثير من المحافظات والكثير من الناشطين. أستاذ فيصل المجيدي المحامي والقانوني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وينضم إلينا الآن أيضا من صنعاء الكاتب والنقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين الأستاذ عبد الباري طاهر. مرحبا بك أستاذنا القدير عبد الباري. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك استاذ عبد الباري، يعني بدايه ما هو تقييمك لواقع ووضع حقوق الانسان في البلد؟ طبعا الحاله القائمه في اليمن يعني الان يعني كارثيه بكل معاني الكلمه، بالنسبه لحقوق الانسان، بالنسبه للحريات العامه والديمقراطيه، بالنسبه لحريه الراي والتعبير، الحريات الصحفيه وحقوق الإنسان، كل هذه مصادرة ومغلبة، وتشترك كل الأطراف بدون استثناء الأطراف المتحاربة سواء الحرب الداخلية أو العدوان الخارجي، كلها تقترف جرائم وكلها منخرطة في هذه الجرائم، وهذه الجرائم الآن تطال كل شيء وتطال الحياة مباشرة، لا تطال فقط حقوق الإنسان وإنما تطال
وجودا من شان وحياته وامنه وسلامه واستقراره. نعم سيد عبد الباري، اذا يعني ما هو السبيل لعوده الحياه السياسيه والمدنيه لسابق عهدها بعد كل ما وصلت اليه الامور الان؟ يعني ليس هناك الان سبيل الا التخلي عن نهج الحرب وكف الاطراف المنخرطه في القتال عن القتال وعدم التعويل او المراهنه على حسم عسكري، لان كل الاطراف عاجزه عن حسم عسكري، واليمن اخر بلد يفكر ان يكون فيها انتصار عسكري بطرف على طرف. فلابد من خيار السن، خيار التصالح المجتمعي والسياسي، والعوده الى روح الثوره الشعبيه السلميه التي طالت يعني 20 مدينه يمنيه وانخرط فيها الريف المدني والمجتمع الاهلي، وحصلت انقلاب على هذه الثوره، انقلابين عسكريين، انقلاب 21 مارس 1911 وايضا الانقلاب العسكري يعني 21 سبتمبر الذي قاده صالح وانصار الله. هذه الاطراف كلها الان تخرج في قتال وتدمر البلد وتصادر الحريه والراي والتعبير، وليس من خلاص لليمن الا بالعوده الى السلم، العوده الى مصالحه كامله وبناء دوله مدنيه للنظام والقانون، دوله يتوافق عليها كل المؤسسات المجتمع اليمني بدون استثناء. نعم استاذ عبد الباري، يعني مع الاشاره ايضا الى انه ان القياده السياسيه البلد حينها كانت قد استنفذت تقريبا كل سبل العمليه السياسيه مع ميليشيا الحوثي وقد فشلت في ذلك، يعني وكان الخيار العسكري يبدو كان خيارا اخيرا. اذا ما هي الصيغه السياسيه تتحدث عنها الان والتي من شانها ان يعني تحلحل الوضع في البلد وتعيد الحياه الى سابق عهدها؟ يعني لابد اولا من الالتزام بالقرارات الدوليه وبالاخص القرار 2216، ثم ايضا مصالحه مجتمعيه بمبادره داخليه من كل الاطراف السياسيه وبالاخص الاطراف المنخرطه في القتال لخيار للتوجه نحو السلم وللتصالح المجتمعي والسياسي واعاده ويعني الاقرار لأنه يستحيل في اليمن طرف يلغي طرف أو أطراف تلغي أطراف، لا بد من تشارك كل اليمنيين بدون استثناء وبالأخص الأحزاب السياسية المدنية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ القدير عبد الباري الطاهر النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين والكاتب المفكر المعروف. عودة مجددا إليك أستاذ صلاح، تحدث الأستاذ عبد الباري عن شراكة حقيقية يجتمع فيها جميع الأطراف لعودة الحياة للحياة الطبيعية، الحياة السياسية والمدنية بشكل طبيعي، ويبدو أن المشهد العسكري أيضا على الأرض يضع معطيات أخرى، وفي حقيقة الأمر هناك انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان. بغض النظر عن كل هذا الحديث، كيف يمكن ألا تسقط برأيك يعني هذه الجرائم والانتهاكات تسقط ولا تجد لا يجد المتورطين فيها عقابهم ومحاكمة عادلة بحقهم؟ للأسف الضحية اليمنية أو المواطن اليمني بشكل عام هو دائما الخاسر الوحيد والأكيد في كل مفاوضة تحصل. ما حدث الآن يعني يجب أن تضع النقاط على الحروف. هناك جرائم كبيرة جسيمة ترتكب بحق هذا المواطن اليمني. هذا المواطن عندما يدفع دفعا طائفيا، دفعا مناطقيا، دفعا سياسيا، تحشيد استغلال حاجته للمال، استغلال وضعه الاقتصادي ووضعه العلمي من أجل أن يكون ضحية في معسكر معين. الحوثي استثمر حالة الناس الاقتصادية، الوضع الأمي في بعض المناطق، استثمر الأطفال الصغار والأطفال الأيتام من دار رعاية الأيتام، عمل على خلخلة المجتمع وإيجاد بؤر صراع داخل البنية المجتمعية في كل منطقة. ثم الآن بعد كل هذه الجرائم سنلاحظ من يدعو الحوثي إلى أن يذهب إلى المفاوضات ومن ثم يكون شريك سياسي في اليمن. يجب أن لا تمر هذه الجرائم مرور الكرام. هذه الجرائم التي ارتكبت إذا كان هناك احترام للإنسان اليمني لدى القيادة السياسية ولدى من سيذهب إلى جنيف، يجب أن تظل هذه الجرائم أمام أعينهم وأن يعاقب كل من
مارس الجرائم ضد المجتمع اليمني. نعم، حتى على الأقل لا تتكرر مأساة التسوية السياسية، تسوية المبادرة الخارجية التي منحت القتلة الحصانة، وبالتالي عاد لنا الحرب من باب آخر. سوف نواصل النقاش معك أستاذ صلاح في المحور القادم من حلقتنا لهذا اليوم. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. الفاصلة بين محافظتي الضالع وعبد. استبشر المواطنون خيرا بالخطوة التي أقدم عليها المجلس الأهلي الحضرمي. بادرة أولى نحو إحياء المشهد الثقافي في عدن تتمثل بتأسيسها. بدأت تأثيرات عصارة شبالة بهطول الأمطار على معظم مناطق حضرموت تصحبها جهودا ضئيلة للسلطة من أطراف محافظة الجو. هكذا يستعد أبناؤها لمعركة فاصلة تحررهم من قبضة ميليشيات الحوثي وقوات إسرائيل. كل الأحداث في تعز، لا يمكن للعالم أن يشاهدها إلا في ظل بقاء عدسات الصحفيين يقظة قبل عيونهم، وهو ما يجعل البعض يسابق الزمن في نقلها حتى ولو كلفه حياته. أعود إليكم مشاهدين الكرام من جديد. فيما تصر الحكومة ووفدها إلى جنيف على المضي في المباحثات تحت سقف القرار الأممي 2216 والذي يلزم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، تتمسك ميليشيا الحوثي بنقاطها السبع المعلن عنها في مسقط سابقا والتي تحرص على إزاحة هادي من اللعبة السياسية، وهو ما يعزز القناعة لدى الكثير أن الطريق إلى جنيف لا يبدو معبدا بالنوايا الحسنة. جملة من الخلافات والمواقف التي أعلنتها الميليشيا قبل بدء المفاوضات باتهامها المباشر للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بعدم الجدية في الحل السلمي للأزمة اليمنية، وصولا إلى الموقف السلبي من المفاوضات على المستوى الداخلي، لتزداد الأمور تعقيدا مع توسع الميليشيا العسكري على أكثر من جبهة وإسرافها في إهدار دم اليمنيين وحصارهم والتنكيل بهم. وعلى ضوء هذه المعطيات تبرز أسئلة عن السيناريوهات المحتملة إذا ما توافقت جميع الأطراف على المضي في المفاوضات. هل حقا ستصدق الميليشيا بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح؟ لماذا تبدو الميليشيا مستميتة بالتوسع العسكري قبل الدخول في المفاوضات؟ أما السؤال الأكثر حضورا في أذهان اليمنيين، ما هي آفاق نهاية الحرب في حال فشل جنيف 2؟ مشاهدينا الكرام، الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سينضم إلينا في هذا المحور كل من الأكاديمي حسن منصور من الرياض ورئيس الوفد إلى جنيف الأستاذ عبد الملك المخلافي. دعونا قبلها نذهب إلى هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. منذ تعيينه في أواخر إبريل الماضي مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في اليمن خلفا لابن عمر، أمضى ولد الشيخ قرابة 7 أشهر من الإعداد والتحضير لحوار يجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار. السبعة الأشهر ذاتها لم يتوقف فيها نزيف الدم اليمني في صراع على الأرض مارست فيه الميليشيا حربها وتنكيلها باليمنيين. فشلت كل فرص الحوار والجمع بين الأطراف منذ الإعلان عن عقد مؤتمر جنيف الأول الذي انتهى بالفشل نتيجة إصرار ممثل الميليشيا فرض شروطهم المخالفة لآليات المباحثات. خيبات كثيرة أصابت محاولات المبعوث الأممي الدبلوماسية عبر الكثير من العواصم لمقاربة الأطراف اليمنية والدولية الضليعة بالأزمة اليمنية. وطن ينزف. ومع اقتراب ولد الشيخ من تحديد موعد مباحثات السلام الجديدة في جنيف، لم تظهر الميليشيا نوايا حقيقية جادة للوصول إلى اتفاق سياسي وإحلال السلام في البلاد، يجب أن تكون رغم تصريح ناطقها الرسمي عن تسلمهم أجندة ومسودة للمحادثات المقرر رعايتها في الأيام المقبلة، وهو ما يفسر التصعيد الأخير سياسيا بالاتهامات التي وجهها الحوثيون لولد الشيخ بالمماطلة في السعي لإنجاح العملية السياسية في اليمن، واصفين إياه بالسلبية وعدم الحياد. التصعيد الميداني من قبل الميليشيا في تعز ودمت وشبوة في الأيام الأخيرة يبدو أنه لا يمضي بمعزل عن الحراك السياسي، حيث عده مراقبون أنه يحمل نذر وبوادر إفشال جنيف 2 ومؤشرات على عدم جدية الميليشيا في التوصل إلى حل سياسي للحرب المتواصلة منذ 8 أشهر، وهو ما يتنافى مع الموقف الإيراني الحليف الأبرز للميليشيا في المنطقة والذي يؤكد أنه لا حل سوى الحل السياسي وأنه لن يكون هناك رابح من الناحية العسكرية في اليمن. تتعالى المخاوف من انهيار المفاوضات السياسية مجدداً وتأخر تحقيق السلام بين اليمنيين، وهو ما يعني
إطالة أمد الحرب في بلد على مشارف مجاعة حتمية وانهيار اقتصادي شامل. نعم سيد صلاح، أنت كمتابع لهذا المشهد العام يعني بشقيه السياسي والعسكري والإنساني أيضا، كيف تنظر للذهاب للمفاوضات جديدة مع الميليشيا والمخلوع؟ هذه الحرب هي فرضت على اليمنيين، اليمنيين لا يريدون حرب، اليمنيين يريدون أن يعيشون في وطن آمن مستقر يعم السلام الجميع. فرضت هذه العصابة، عصابة الحوث عفاشيين، الحرب على اليمنيين في جميع مناطقهم. البحث عن السلام، البحث عن السلام الحقيقي لا يتم بالتصالح مع القاتل، عندما يكون القاتل جزءا من الحل وجزءا من المستقبل السياسي للبلد فهذا معناه تلغيم للحياة السياسية، ومرحلة سلام هش ومزورة ستأتي بعدها مرحلة حرب. لا نريد أن يتكرر السيناريو اللبناني في اليمن، أن يكون أبطال الحرب هم أبطال السلام وتظل الدولة في حالة تململ وضعف ولا تقوم لها أي قائمة. يجب أن يكون قرار مجلس الأمن 22/16 هو محور أساسي في عملية الذهاب إلى تطبيقه فورا. نعم، لكن كل الحروب يعني على مر التاريخ هي انتهت في نهاية المطاف بتسويات سياسية. تسويات سياسية على أي أساس؟ أن يقوم من ارتكب جرائم الحرب بالحكم؟ لا، يعني في الأخير صيغتها يعني بشكل نهائي هذا يتم الاتفاق عليه في طاولات المفاوضات والحوار، لكن بالمجمل يعني ينتهي يذهب المآل في نهاية المطاف إلى اتفاق سياسي بشكل أو بآخر بصيغة أو بأخرى. نحن لسنا ضد الاتفاق، وأنا لا نسألك عن هذه الصيغة، أنت كيف تصورك لها؟ لا يوجد هناك من هو ضد الحل السياسي أو إنهاء لهذه الحرب، ما نريده فعلا أن تنتهي هذه الحرب ويعود اليمنيون إلى حياتهم الطبيعية، لكن من خلال تجربتنا ومن خلال الشواهد التاريخية السابقة نرى في هذه الجماعة أنها كانت تراوغ في جميع الاتفاقات السياسية. الحبر الذي كتب في مسودة اتفاق مؤتمر الحوار الوطني لم تجف، ورأيناهم لم تجف ورأيناهم يشنون الحروب في مناطق همدان وما بعدها دمج. اتفاق السلم والشراكة الذي فرضوه وتحت القوة ووقعت عليه جميع الأطراف السياسية من أجل لا تذهب البلاد إلى في حرب أهلية، نراهم هم أول من نقضه وحاصروا الرئيس في منزله وأسقطوا الحكومة التي شكلت وكانت حكومة الكفاءة الوطنية. هؤلاء بشروطهم هؤلاء تجاربنا وتجارب المجتمع وتجارب المجتمع الدولي معهم سابقة في نقضهم للوثوق والمعاهدات. على مستوى المحلي عندما كانت توقع اتفاقيات ووثائق مع مشايخ القبائل أو بعض القبائل، نرى الحوثي بعد أن يسيطر أو تتاح له الفرصة ينكث هذه الاتفاقيات. نعم، منذ بداية الحروب الستة في سعدة، يجب أن يكون الطرف الحكومة الذاهب إلى جنيف على وعي كبير بأن هذه الجماعة نقضت الكثير من الاتفاقيات، ويجب الحصول على ضمانات دولية، يجب الحصول على ضمانات إيرانية لأنها هي التي تسير جماعة الحوثي، يجب الحصول على ضمانات إيرانية بأن الحوثي فعلا سيلتزم ويطبق ما سيخرج به هذا الحوار. أما أن تظل حوارات ماراثونية عبثية والدم اليمني ينزف والبيوت تقصف والمال العام ينهب ونحاور هذه العصابة المجرمة فهذا والله عبث وظلم في حق تلك الدماء التي سفكت. نعم، إذا دعنا نشرك أيضا معنا في هذا النقاش الدكتور حسن منصور الأكاديمي وهو معنا عبر الهاتف من الرياض. مرحبا بك دكتور حسن. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور، كيف تنظر إلى فكرة الذهاب إلى مفاوضات مع الميليشيا والمخلوع في ظل أو بالنظر إلى المعطيات الميدانية على الأرض؟ أنا أرى أن المؤشرات تقريبا هي منعدمة، مؤشرات ضئيلة جدا لنجاح المفاوضات، لكن دعني أقول لك أن المفاوضات وما سيتم في جنيف هو كان متوقع، لأنه لا يمكن أن تستمر العملية العسكرية بدون أفق. صحيح أن الأفق الموجود حاليا الأفق السياسي يكاد يكون منعدم، والمسؤول عن ذلك هم الانقلابيون، وهذا يكاد يكون محل إجماع لدى كل المراقبين تقريبا ما عدا الطرف الانقلابيين. لكن على الأقل تكون هذه المفاوضات وهذه الجولة من المشاورات كما يحلو للبعض أن يسميها، تكون على الأقل نوع من 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 وضع المسؤولية الأخلاقية أمام المجتمع الدولي، ونوع أيضا من تعرية هذه الجماعة الانقلابية التي يعني تعول كثيرا، يبدو أنها تعول على الضغوط الدولية
وعلى ضغوط بعض الأطراف للإبقاء عليها كجماعة مسلحة. اليمنيون يعني ليس لديهم مانع في تقديري أن تظل جماعة الحوثي جماعة يعني سياسية، طرف سياسي، لكن هم يريدون أن يستمروا كطرف مسلح يعني يمارس نفس ما مارسه في الأشهر الماضية، وهذا في تقديري محال. يعني يصعب نعم هو محال سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. نعم هو محال أيضا، وهو يتناقض كليا مع بنود القرار 2216 الذي يعتبر المحدد أو السقف لهذه المفاوضات. وهذا أيضا يقودنا إلى سؤال، هل فعلا يمكن أن تتحول ميليشيا الحوثي إلى جماعة سياسية وتتخلى عن السلاح بأي شكل من الأشكال؟ لا مجال سوى هذا الخيار. أنا أعتقد أنه إذا كان هناك بقية عقل لدى هذه الميليشيا فإنهم ينبغي عليهم أن يدركوا وأن يستوعبوا أنه لا مجال سوى الانصياع إلى القرار الأممي 2216، ولا مجال سوى العودة إلى مخرجات الحوار الوطني. يعني ال- 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 ما يراد على أرض الواقع هو أنه تحقيق نوع من المكاسب بحيث يبتلعوا جزء من الدولة، يستمروا في نهب المؤسسات، يستمروا يعني فيما هم عليه، ويريدوا بعد ذلك الذهاب إلى مفاوضات. وهذه إشكالية كبيرة. لذلك أنا في تقديري أن ما يحدث اليوم المسار السياسي، على الأقل لو استطاعت الحكومة أن تسجل نقاطا أخلاقية إذا صح التعبير لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، لأن الأفق السياسي سيظل مسدودا ما لم يكن هناك تقدم في الميدان. والمقاومة يبدو أنها يعني حتى لو حدث بعض التعثر، فأنا في تقديري أن التقدم سيحدث، وأنا هنا أجدها فرصة يعني أن أخاطب الأنصار المقاومة من الإعلاميين أن يكفوا عن التخذيل وأن يكفوا عن تلقف الشائعات من مطابخ الإنقلابيين ونشرها وترويجها. على الأقل لو 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 ركزنا على هذا الجهد الذي تقومون به أنتم وهو توثيق الانتهاكات وتقديمها للعالم، أنا في تقديري أن هذا يصب في نهاية المطاف في دحر هذه الجماعة الانقلابية، وهو عمل مقاوم، عمل وطني بامتياز. صحيح. أن يتم التوثيق لهذه الانتهاكات وتقديمها للعالم. صحيح دكتور حسن، لكن أيضا بالمقابل هناك من يعتقد بأنه من غير المنطقي الذهاب إلى هذه المفاوضات في ظل استمرار الميليشيا على يعني الأرض في فتح جبهات قتال جديدة، يعني استمرارها في القتل، استمرارها في الحصار، استمرارها في الانتهاكات، بل ذهابها إلى فتح جبهات قتال جديدة، كيف يمكن أن نجمع بين هذين المنطقين؟ أنا أتفق معك تماما. هو شيء مؤلم في الحقيقة أنه يعني هذه الجماعة تمعن في سفك الدم اليمني وبعد ذلك يقبل أن نجلس معهم في على طاولة واحدة، لكن لغة السياسة أحيانا تجبرنا على أن نتقبل أشياء صعبة ومرة. يعني قبل بالأمس دعني أقول يعني في الأستاذ عبد الملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي المفاوض عندما تحدث عن أن الوفد لن يذهب إلا بعد الاتفاق على جدول الأعمال. كان هذا مؤشر جيد في الحقيقة، لكن كان المؤمل أن يطرح الوفد الحكومي ما هو سقف أعلى من ذلك، يعني سقف يتعلق ب كما تفضل أحد الزملاء المتحدثين قبلي، على الأقل أنه يتم إلزام الطرف الأممي بأنه لا بد أن يقدم الطرف الانقلابي مؤشرات على حسن النية. يعني على سبيل المثال بنود القرار الأممي على الأقل، نعم على الأقل رفع الحصار عن تعز مثلا، يعني على سبيل المثال، يعني لماذا لم تضع الحكومة يعني هذا السؤال يطرحه الجميع، يعني إذا ما تركنا جانبا البنود السياسية والعسكرية في القرار الأممي، يعني هناك أيضا أشياء تتعلق باحتياجات الناس، بالإنسان الذي يموت كل يوم، يعني لماذا لا تتحدث الحكومة عن هذا الشرط قبل الذهاب إلى المفاوضات؟ إذا دكتور حسن، يعني برأيك هل تختلف هذه المفاوضات هذه المرة عن سابقاتها، يعني وما هي فرص نجاحها؟ يا سيدتي هم يقولون أنهم سيذهبوا إلى مشاورات. نعم. وأنا أقول أن هناك بنود كثيرة في القرار الأممي لا تحتاج إلى مشاورات كما تفضلت أنت قبل صحيح. قليل صحيح. يعني الإفراج عن المختطفين، تحقيق انفراجية إنسانية في تعز، والكف عن محاصرة المدنيين واستهدافهم، هذه أشياء لا تحتاج إلى تشاور. صحيح. تحتاج إلى حسن نية، وتحتاج إلى 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 يعني موقف جاد وموقف دولي واضح،
ولكن مع ذلك يعني نمضي مع هذه المجموعة إلى النهاية، حتى كما قلت في البداية على الأقل نضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بأن هذه الجماعة هي من يريد الحرب وهي من يريد استمرار الخراب في اليمن للأسف الشديد. نعم، إذن برأيك ما هي توقعاتك للمفاوضات القادمة؟ هل تعتقد أنه يعني رغم كل هذه المعطيات يعني المؤسفة التي طرحتها والتي يعرفها الجميع، هل هناك أمل لنجاحها بأي شكل؟ في ظل المؤشرات الراهنة الآمال المتكاد تكون منعدمة وضعيفة جدا إلا ما لم تكن هناك مفاجآت، ونحن نتمنى حصول هذه المفاجآت في الحقيقة. يعني نتوقع أن معظم اليمنيين يريدون السلام، الكل يعني يدعو الله عز وجل أن يصل المتشاورون أو المتفاوضون إلى صيغة معينة وتنفذ من خلالها الجماعة الانقلابية هذا القرار الأممي، لأنه لا حل إلا تنفيذ هذا القرار، وهذا القرار احنا نتحدث عن قرار يسند إرادة وطنية وشرعية وطنية. ففي الحقيقة ما لم يحكم الانقلابيون بقية عقل لديهم، فأنا أتوقع أن الوضع سيبقى على ما هو عليه للأسف الشديد، وسنظل نراوح، لكن في نهاية المطاف لن يصح إلا الصحيح، لأن الشعب اليمني لا يعقل أن ينحني وأن يعني يرضخ لمجاميع تقاتل في سبيل أن يحكمنا الحوثي أو يحكمنا علي عبد الله صالح. صحيح. هذا محال. صحيح. وخاصة أن لدينا يعني سند إقليمي وسند دولي، فالمؤشرات كلها تقول أن القادم إن شاء الله سيكون أفضل، لكن السؤال هو بكم من الضحايا سنتجاوز عنق الزجاجة. نأمل أن تكون الكلفة أقل مما يأمل هؤلاء الذين ينشرون الخراب. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والكاتب الدكتور حسن منصور، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وهذا السؤال الذي ختم به الدكتور حسن دعني أنقله إليك، يعني أستاذ صلاح، كم من الضحايا وما هي حجم الفاتورة التي على اليمنيين أن يدفعونها للخلاص والانعتاق من هذه الجائحة؟ بالحد الذي يرضي إيران. ما يقوم به الحوثي الآن هي مجرد قربان ويقدم الضحايا بما يمثله المشروع الإيراني في المنطقة. طبعا الحوثيين حظوا بمكانة سياسية من بعد ثورة فبراير 2011، حظوا بإمكانية للمشاركة السياسية، عندما الآن يتحدث الجميع عن إمكانية مشاركة الحوثي سياسيا فيما بعد المفاوضات أو ما بعد انتهاء الحرب. الحوثيين لا يبحثون عن مكان سياسي، لا يبحثون عن شراكة سياسية، الحوثيين يبحثون عن سيطرة تامة على اليمن إنسانا وسياسة. صح، بدليل أنهم يعني أيضا تخلوا عن اتفاق السلم والشراكة، الذكرى الذي منحهم الكثير من الامتيازات فيما يتعلق بالشراكة إذا كان فعلا هدف الشراكة. قدمت الحكومة اليمنية أو بالتعاون مع الأطراف السياسية الأخرى للحوثيين فرصة المشاركة في العمل السياسي، وحظوا بحصة كبيرة في مؤتمر الحوار الوطني. صح. تعادل حصص الأحزاب السياسية العريقة التي ظلت على مستوى 40 عام. نعم، على مستوى 40 عام من العمل السياسي، ولكنهم لم يحترموا هذه الفرصة وعملوا على المراوغة والخداع حتى استنزف أو انتهى وقت الحوار الوطني، ورأيناهم يذهبوا إلى الحروب وتفجير الوضع. هم لا يريدون شراكة سياسية وهذا واضح جدا، هم يريدون مراوغة على حساب الدم اليمني حتى تأمرهم إيران بالانتهاء عن القتل. نعم، إذن أيضا ومع ذلك نجدهم يعني رغم كل هذه الفرص كما ذكرتها، فرص امتيازات التي طبعا منحت لهم بغطاء من الأمم المتحدة وبإشراف شخصي كان من جمال بن عمر سابقا، والآن طبعا ولد الشيخ كما يرى الكثيرون بأنه يعني غير واضح في مواقفه مع الميليشيا، تتهمه الآن الميليشيا في تصريحات أخيرة له بأنه متواطئ أو غير تحديدا غير محايد فيما يتعلق ب أو غير قاد فيما يتعلق بالوصول لعملية سياسية قادمة. يعني كيف تنظر إلى هذه التناقضات، أنهم رغم كل ما يتم توفيره لهم من فرص للعملية السياسية أيضا يتهمون الأمم المتحدة بأنها غير محايدة؟ أي قرار أو أي نشاط سوف لن يخدم مصالحهم، بالتالي هم سيتهمون الآخرين بعدم الجدية وبأشياء أخرى، مثل ما يتهمون الآن خصومهم السياسيين بالتكفيريين والروافض والدواعش، وهم يرمون التهم جزافا إن لم تحقق مصالحهم.
يذهبون في خيار السياسة إذا كان سيحقق مصالحهم، ترى نراهم مندفعين ويذهبون، لكن عندما يرى عندما يكون الخيار مشاركة أو تشارك مع الأطراف السياسية الأخرى أو إنقاذ لليمن من الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر فيه الآن وحالة الدمار والإرهاب الذي يمارس فيه، هم لا يعيرونها أي اهتمام. ما يعيرونه اهتمام هو ما مدى إمكانية سيطرتهم التامة على اليمن. نعم. ولن يرضوا، وهذه تجارب سابقة وسيثبت وستثبت لكم قادم الأيام أن الحوثيين لن يسلموا بالشراكة السياسية مطلقا، ما يريدونه هو السيطرة على اليمن بشكل كامل. نعم، برأيك إذا ما وأنت تتحدث الآن عن يعني رغبتهم الحقيقية والوحيدة للسيطرة على البلد بشكل عام، والمقاومة الآن تسطر ملاحم بطولية عظيمة يعني لاستعادة الدولة اليمنية المنهوبة، هل تعتقد فعلا أن المقاومة قادرة فعلا على إنجاز هذه المعركة بكفاءة في ظل أيضا حديث عن خذلان لهذه المقاومة من أكثر من طرف؟ الحل النافع الآن وأظنه حلا جذريا للمسألة اليمنية هي قيام حركة تحرر وطنية. الآن هذه المقاومات اللي تحصل نتمنى أن تكون نواة لحركة تحرر وطنية تعمل على تخليص اليمن من الارتباط بالمشروع الإيراني أو الارتباط بأي مشروع آخر لا يهم اليمنيين كيمنيين. لا أمل إلا بقيام حركة تحرر وطنية تحمل آمال وآلام اليمنيين وتجعلها في أوسع اهتماماتها. عندها سنحصل على اليمن الذي نريد، وسنحصل على اليمن الذي يستطيع فيها الحوثي كمجموعة سياسية أن تمارس حقها في السياسة مثل ما يمارسها الآخرين، لا تسلط لا تجبر ولا فرض آراء على الآخرين. نعم، كيف ما هي صيغة هذه الحركة، حركة التحرر الوطني اللي تحدثت عنها، كيف يمكن يعني من تشمل تحت سقفها، وهل خطها سلمي ام مسلح، يعني ما الذي تقصده بهذه العبارة؟ للأسف الشديد ما يحصل الآن تلاكؤ وتباطؤ من قبل حكومة بحاح بالإضافة إلى ما تمثله الرئاسة من تباطؤ شديد، هذا يعمل على تأخير انطلاق حركة التحرر الوطنية. حركة التحرر الوطنية ستتم من الداخل كما قلت، المقاومة الموجودة الآن في تعز وفي مارب وفي عدن وفي حضرموت، هذه المقاومات نواة لمشروع التحرر الوطني. مشروع التحرر الوطني يجب أن يساغ على أيدي المفكرين اليمنيين، وللأسف هؤلاء الآن مغيبون. هؤلاء الآن عندما تكلمت لغة السلاح هم من قبل أن يتم أن تبدأ الحرب هم كانوا في أو من إرهاصات أو من مخرجات نظام علي عبد الله صالح، أنه المفكر ظل في البيت بينما اللص والجاهل هو من يتولى الحكم ومن يتولى الوزارات والمسؤولية. هي مسؤولية كبيرة الآن ملقاة على عاتق المفكرين اليمنيين والمثقفين اليمنيين بصياغة مشروع. إلى أي درجة تعتقد أن الشباب لهم دور الآن أو عليهم مسؤولية وطنية لانخرط في هذه الحركة التحرر الوطني التي يجب الذهاب في صياغة مشروع التحرر الوطني يصيغه المفكرون، ويكون الشباب كالعادة هم الحامل الكبير لهذا المشروع. طبعا بخطها السياسي وخطها المسلح، لأنه لا يمكن أن تواجه حركة الحوثي المسلحة برومانسية سياسية. نعم، إذن هذه الفكرة يعني جديرة بأن نناقشها في حلقة قادمة معك صلاح مع مجموعة من الشباب هنا وحتى في الداخل. إذن أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي صلاح باشا، كما أعتذر الأعزاء المشاهدين لسقوط الاتصال بالسيد عبد الملك المخلايف رئيس وفد الحكومة في المفاوضات الجديدة، يبدو أن مشكلات تقنية هي منعت يعني تواجده معنا في هذه الحلقة. أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين جزيل الشكر، نلتقيكم في مساء يومين جديد في أمان الله.